السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الرابعه من لعبات ارمورد كور. دولتكم نبدا وترز لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعه الخير، شكرا على دعمكم الجميل والمستمر. اتمنى توصلوا دعمكم الجميل، وخلونا نكمل. بسم الله، خلونا نكمل يا جماعه الخير، خلونا نكمل باللعبه الجميله دي. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا اكثر من مهمه جديده، فخلونا نكمل. ايش اسمه يا جماعة الخير؟ بالنسبة للبلد زي ما هو يا جماعة الخير، عندنا يعني الحلقة الماضية، بلا شفتوك في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية يا جماعة الخير يعني دمرنا المهمات تدمير. الحلقة الماضية اللعبة قالت خذ عندك، واجه الزعيمان هذولي مع بعض. صدقوا يا جماعة الخير يعني دمرناهم تدمير. الرشاش، عارفين المدفع الرشاش ده، حط واحد باليمين واحد باليسار، مصيبة يا جماعة الخير. الضرر جدا عالي، وقويت كمان الضرر حقهم، احنا بوريكم من فين. وكمان يا جماعة الخير المدافع الاثنين دي اللي بالكتف اليمين والكتف اليسار يعني ضررها هائل، عارفين؟ ايوه، بس الباقي كله زي ما هو، نفس البلد حق اللي كنا نسويه اللي كنا ماشيين عليه الحلقة الماضية. جدا قوي صراحة يا جماعة الخير، إلى الآن 10 من 10، ما شايف في أي عيب البلد ده صراحة، مرة عاجبني. فخلونا نكمل يا جماعة الخير، بس خلونا أوريكم آخر الأسلحة اللي جبتها. جبت قاذف اللهب، جبت سلاح قاذف اللهب، هو ده يا جماعة الخير. وهو ذا شبكة، والله حطيت واحد باليمين واحد باليسار. الضرر طيب، كن صريح معاكم، يعني قاعد تديهم بالنار اكيد الضرر طيب، بس لكن يا جماعة الخير ايش؟ لازم تكون قريب من العدو، عارفين كيف؟ فما ادري والله، ما عجبني يعني. من بعيد شوفوا، هنا قاعد اطلق بالفيديو من بعيد، بس من بعيد ما راح تشوف ضرر جدا عالي، اما من قريب الضرر جدا عالي. فما ادري، ممكن قدام انا اشتريت واحد باليمين واحد باليسار، ما ادري، عشان قلت ممكن في زعيم نواجهه قدام يكون النار تكون تسوي ضرر كبير. ولما ختمت يا جماعه الخير المهمات اللي راح نلعبها بالحلقه دي، طلعت لي كم واحد عارف كيف جديد بالارينا، واجهتهم كلهم. والله الارينا كلهم نفس الفكره يا جماعه الخير، كذا واحد تواجهه وخلاص، عارف كيف؟ تاخذك من الشرايح. ما ادري والله، نفسي اوريكم ذا، وقيد كمان استخدم قاذف اللهب. خلونا نوريكم اياه يا جماعة الخير. عرفت كيف؟ هذه الارينا، هذا طور اسمه الارينا يا جماعة الخير، يعني ساحة المعركة. تواجه كذا اليين من اللعب، ولما تهزمهم يدك من الشرايح. هذا اسويها والله من غير ما اصور، عارفين يعني ما لها شغل بالقصة وكذا. خلونا نوريكم ذا، هذا رهيب كم مع قاذف لهب، منها كما تشوف قاذف اللهب، شايفين؟ رهيب تصميم والله، عجبني الراس اللي مركبه، عارفين كيف؟ كنت زي كذا مركب على الآلي حقي. فخلونا نخش فيها يا جماعة الخير. هذا يستخدم قذف اللهب، ومنها كمان تشوفوا قذف اللهب. فكة في البلد حقي نفس ما هو حق الحلقة الماضية. رهيب قذف اللهب، بس والله زي ما أقول لكم، ما أدري صراحة، أنا ما عجبني مرة. شبيت يتحرك كثير. حالة حالة، صدتك المخيص. يا السلام، هو ده اللي نبيه. والله هداني بالصاروخ. اوكي خلنا نرجع لورا، والله حتى هو ابن الذين مرض يوقف، نفس نظامي. بس والله ما ادري فين يطير كثير، الله ياخذه. كافنا هنا، شفتوا كيف قذف اللهب؟ والله كان مزعج، يخرب بيته. انمي ديسترويد، دمرناه. بس شايفين البلد حقي كيف يا جماعة الخير؟ شايفين بلاي كيف؟ رهيب والله، بلد رهيب، انا مرة عجبني. يعني شايفين القذف اللهب اللي كان قاعد يستخدمه الالي ذا، رهيب. بس والله ما ادري، يعني الرشاشات دي صراحة إلى الآن جامدة، وأنا كمان قويت على آخر شيء. خليني أوريكم يا جماعة الخير. يعني لما خلصت القسم ده من الأرينا، جاتني تقريبا كم 10 من الشرايح ذي، فقويت هنا يا جماعة الخير، قويت ضرر الأسلحة اللي تشيل الأسلحة النارية، عارفين؟ هنا من هنا تقويها، قويتها على المستوى الرابع، فشايفين كيف الرشاشات كان ضررها هائل. هنا الإكسبلوسيف دامج زي ما هي على المستوى الثالث، هنا أعتقد رفعت يا جماعة الخير اللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الضرر اللي استقبله الحين قليل. على المستوى الثالث قويته، وان شاء الله راح اقوي على الرابع باذن الله. وهنا كمان هي فعاليه الريبير
اللي هي زي ما نقول الاسعافات باللعبه دي، فعاليه الاسعافات. والله يا ليت كان عدد الاسعافات يعني انها تكون 4 5 6، بس لا، بس فعاليه الاسعافات لما تاخذها، فخلتها اعرف كيف 1000، فكذا الشيء ذا راح يساعدنا بشكل كبير. هنا تخيل لازم 10، شوفوا دحين معي 6 ترى من الشرائح يا جماعه الخير. بعدين افتح اشياء هنا، بس والله ابغى ابقيها لهنا يا جماعه الخير، ابغى اقوي الضرر اللي انا اخذه نسبه 15% يعني يخف مره شيء رهيب. خلونا نكمل يا جماعه الخير بحلقتنا. بالحلقه دي عندنا اكثر من مهمه ان شاء الله كلها راح نقدر عليها باذن الله. هذه كلها المهمات لعبناها الحلقات الماضيه، الحلقه الماضيه على النهايه لعبنا المهمه دي دمرنا شيء كذا على فكره. فبالبدايه راح يكون عندنا مهمه دي، تبغى تعرف المهمه انها صعبه ولا مي صعبه على المستوى المهم، يعني من خبره المتواضع باللعبه دي. اذا شفت الريورد اذا راح يكافئوك يعني مبلغ طيب 380 على سبيل المثال، اعرف ان المهمه شويه دسمه، بس لكن ان شاء الله مقدر عليها باذن الله. اوكي يا اخوان خلونا نطلق بالمهمه حقتنا. شت داون، عارفين في اشياء لازم زي ما تقولوا نطفيها. كنترول ديفايس، بس والله شايفين كيف الضباب بالمهمه دي، والله عجبني الاختلاف بالمهمات صراحه. ما افتكر اني لعبت مهمتين يعني شبهوا بعض بشكل كبير، والاختلاف كمان بالآليين والزعماء كمان هذه من الاشياء اللي عجبتني. لو واحد سألني قال لي اصعب زعيم واجهته الى الان يا عبد العزيز، اصعب زعيم والله اللي واجهته بالحلقة الثانية، هذاك تقريبا كان اصعب زعيم. خلونا نجي عند الديفايس ذا يا جماعة الخير. فكرة المهمة ذي انه تقريبا احنا بزي المتاهة عارفين، فلازم نطلع الاجهزة ذي اكسس. Let's keep looking. عارفين في زي الأجهزة كذا نبحث عنها بالمنطقة ذي، شبك كذا زي الضباب، بنفس الوقت كذا زي المتاهة، فالسكان السكان هنا راح يساعدنا بشكل كبير. هذه زي الشيك بوينت كذا. هذول أعتقد واجهت زيهم الحلقة الماضية. أصعب شيء بمواجهتهم إنه إيه؟ أعتقد دمرته ها. أصعب شيء بمواجهتهم يخرب بيته، ما يعني ما يوقف مكانه. اوكي اوكي عندنا واحد كمان خديه. حلو حلو، كم مع واحد ثاني. والله مهمة صراحة، عارف كيف كذا جواها ضباب وفجأة يجيك آلي من هنا وآلي، فيعني عارف كيف يعني ما تشوفهم. ذا نكست ون، لازم نجيب الثاني كمان. شفتوا كيف يا جماعة الخير قاعد اطالع التقييمات حقت لعبة ستار فيلد نزلت. ان شاء الله راح العبها باذن الله بعد ارمارد كورد. اخذت التقييمات عالية ما شاء الله، والله فرحان. يعني اكس بوكس يستاهل والله، والله يعني كانوا مرة معتمدين على اللعبة دي بشكل كبير انها تنجح. الحمد لله ان شاء الله راح تنجح. هذا اللي فوق صادر الله ياخذ، في واحد كمان هنا. خلينا نروح للي فوق ذا. ما جت فيه الله ياخذه. خليني بس اجي على هنا. يا سلام صدتك المخيس. فلت الله ياخذه. اصعب شيء بمواجهة الطائرات الدرون دي انه ما يثبت الله ياخذه. جميل جميل كيف. حلو حلو كيف صدته. فين ذا؟ اوكي اوكي دحين ان شاء الله راح اصيد لكم بالمدافع. اعتقد صدناها. والله لساته كان هذا واحد ثاني. ليه يقول لي الاخير؟
شكرا بكمل. باقي لها ديفايس واحد بس الاخير باقي لنا بس، بس ما ادري فين صراحه، ضيعت الطريق لما كنت قاعد اواجههم ذولي. كان في واحد هنا والله ما ادري فين راح. والله الحلقات الاولى باللعبه ذي كنت استخدم يا جماعه الخير هذا شيء جانب اللي اخذناه الحلقات الاولى يا جماعه الخير، كنت استخدم المدافع ذيك عارفين اطلقها كذا على فوق الصواريخ. ايوه والله ما كانت سيئه، بس المدافع ذي اللي دحين مركبها افضل. يا لطيف خرب بيتك بالله، خلو اديه روح يا جماعة اخر، ما ادري من فين جاي يخرب بيت. اوكي اوكي اكثر من واحد. يا لطيف والله يسوون ضرر كبير والله. اعتقد كم معاهم كم طيارة، والله جاني قدر الله ياخذه. خلوا نروح هنا يا جماعة الخير، تقول لي ذا لاست اي سي، الآلة الأخيرة تلاقيه هنا، والجهاز الأخير الديفايس الأخير هنا. والله من أكثر الأشياء كمان عجبتني باللعبة دي إنه لما يعني عارف كيف لما تموت يعني لما يتدمر الآلي حقك يعني اللعبة ما تعاقبك يعني، والله مرة شيء حلو. أنا أبدا والله ما أحب صعوبة إيش إذا مت تعيد كل شيء من جديد. فدحين أخوان عندنا الطيارة دي بس معاها كم سنايبر، والله معاها كم سنايبر، لازم أقتل السنايبرز يا جماعة الخير. أوكي شفت واحد هنا، حلو حلو دمرته. والله الطيف كثيرين يخرب بيتهم. واحد هنا كمان، يا ساتر استر. خلينا نروح للي هنا بالبداية. وين اللي هنا؟ والله كان في واحد هنا مدري فين. اوكي اوكي هذه الطيارات بدها تساعدني. مفروض انها تساعدني الدرون دي. خلينا نروح للي بعدها، والله ما ادري ما احس صراحه تساعدني بشكل كبير، بس خليني اجيبها. اوكي اوكي في واحده هنا، في واحد هنا ايوه. خل نصيده كذا. اوكي اوكي. والله زي الطياره اللي واجهناها بالحلقه الاولى. كان في واحد فوق مبنى كبير والله ما ادري فينه. اوكي اوكي شاف الليزر. الليزر ذا من فين جاي؟ ليه يقول لي من هنا؟ حلو حلو دادي معاه معايا ذي ايوه. اوكي معلش ما كنت داري. اوكي اوكي خلوه خش بالطياره ان شاء الله دحين خلاص مثلا نقضي عليها. لازم تكون قريب. في سنايبر اخير، اثنين كمان مو واحد. والله مهمه مجنونه بس ان شاء الله ما اقدر عليها. خلوني بالبداية يا جماعة خلنا نروح للي هنا، في واحد هنا. اوكي خلو بس الانرجي تزيد. وبيشرد كمان. اوكي اوكي شفت الاخير، شفت يا جماعة الخير. خلوني اروح اصيد الاخير. خلونا نسوي كذا. كان الاخير اعتقد هو هنا. خلوني اجيب من الطيارات ذي الا والله ساعدتني. في واحدة هنا خلوني اجيبها بعدين نفضل الطيارة الكبيرة. والله كنا افتكر كان في سنايبر هنا بس مدري فينه. اعتقد على الجسر ذا. اوكي اوكي شفت شفت شفته شفت يا جماعة الخير. خلوا اروح له بس مشكلة الطيارة عنده ذي.
الله لا يوفق هالطيارة دي. كذا حخلو خش فيها. مشكلة الانرجي يا جماعة تافر، ما بقي لي من الانرجي. ولا والله الضرر اللي اسويه انا طيب والله. يا سلام. اوكي الالعاب حلوة بس ما بقي من المدافع لطلقتين بس. بس الرشاش معانا كثير. والله ما ادري فين انا. خلونا نجيب له المساعدة. عرفت تساعدني الطيارات دي؟ اوكي شفته. ما كنت قريب ما فيه الكفاية. خلي اقرب اجل كذا. ان شاء الله نهيهم برا بالمدافع. والله مش لازم تكون قريب عشان تقدر تسوي ضرر. والله لو بقي من المدافع كنت راح اقدر عليه بسرعة كمان. والله خشيت فيها يا جماعة تخر خربتها. اوكي ان شاء الله الحين هي. اوكي خل العبها صح. خلينا بس اروق واجي على هنا. هذا ما كان بقي له شيء. خساره. ما عليكم يا جماعه تاخر الحين نرجع من جديد. بدافع فل. والله كنت مره قريبي والله. كان بقي لي بس مره واحده. كل شيء فينا اخوان لما اقول لكم انه اللعبه من الاشياء الحلوه فيها. عارفين لما تموت يعني ابدا ما تعاقبك. شوفوا من فين عدت. الحين مدافع فل خلاص على طول ان شاء الله. يعني عاد اخش فيه على طول. سنايبر صدقوني ما عليكم فيهم. يا طول بالطيارة. اوكي. والله سنايبرز مزعجين اقسم بالله. هل عليهم كثير في كل مكان. قلنا بس بالله اجي على هنا. يوم في واحد هنا. ونصد اللي هنا. كانوا ده اوكي. في نهاية الحمد لله. اوكي نهايته كمان اللي هنا. كفو بقول لك كم سنايبر بس. مشكلة الطيارات دي لازم تثبت عارفين عشان تقدر تفعلها. خلونا نخش بالطيارة يا جماعة الخير. مهمة رهيبة والله. اوكي في واحد هنا ما عليكم بس مشغول. والله لازم تكون مرة قريب عشان تقدر تسوي ضرر.
اوكي بس خلوا الانرجي تزيد. خلونا بس اجي عليه هنا. والله يا لطيف. هذا ابو جاله ضرر كبير والله. انتبه انتبه من الصواريخ دي. ان شاء الله دحين راح انهيها باذن الله. نقرب بس ان شاء الله دحين انهيها. كافونا هنا يا جماعه الخير. والله كنت من اول محاوله قريب ادمرها. سكافو قدرنا عليه من ثاني محاولة. المدير كان يكلمني يقول لي كم لونج واي، يعني انا قطعت طريق طويل لما يعني من اول زعيم الى الزعيم ذا، يعني قال لي تطورت مرة. كافو والله كرين اول زعيم لي طيارة ذيك تقريبا هذه نفسها، بس ايش الحمد لله يعني قدرنا عليها. في الوقت الطيارة تقريبا اقوى شوية من الطيارة الاولى اللي واجهناها باول مهمة. فدحين اخوان ثاني مهمة بحلقتنا. حلو حلو، هذا جبنا فيها دي. الى الان والله ما جبت اس ابدا. هذا الحين خلينا نلعب المهمه دي. صدقوا يا جماعه تاخرت، توقعت انه اللعبه دي تضرب يعني تكون تقريبا خلونا نقول ترند، بس لا والله صراحة يعني مو بالنسبة لي أنا، مو قصدي بقناتي، لا قصدي على مستوى العالم. بس والله يعني ناس كثيرة يعني اللعبة ما عجبتهم. والله عادي ما عندي مشكلة أنا، يعني الناس أذواق، في ناس تعجبهم ألعاب، في ناس ما تعجبهم. أنا بالنسبة لي هذه أفضل لعبة بـ 2023. في يعني ناس أذواق، في ناس يعني تعجبهم بعض الألعاب، بعض الناس لا. فاللعبة دي والله يعني كثيرين يعني أكون صريح معكم ما عجبتهم. والله أنا كل اللي أبغى أقوله لا تحكم على اللعبة على طول، أي لعبة لا تحكم عليها على طول. فدحين أخوان المهمة دي زي ما أنتم شايفين ثلاث صواريخ لازم نحميها. أتوقع هذا لو تدمر، هذا لو تدمر خلاص تخرب المهمة. أما الاثنين ذي عادي. فدحين شوف كيف خلنا نروح نخش فيهم بسرعة. عارفين الطيارة دي لو ما دمرتها تنزل آليين كثير، فلازم أدمرها على طول. اوكي الان حلوين قاعد اصيدهم من بعيد على فكره. خلوني هنا، هم كلهم يجون من هنا، مستحيل يجون من ورا. في وقت عارفين لسه باقي والله. اوكي صدتهم خير الحبيب. انت هو جاي تسوي هنا؟ جاي تدمر الصواريخ ليه؟ اصيدهم من هنا افضل، جيب بس يبغوا يخربوا علي المهمه. كيف بقى الأخيرة؟ زي ما أقول لكم الطيارات دي تنزل آليين كثير، فلازم على طول. أوه أنت ما فين جيت أنتم؟
اوكي للان الصواريخ ما جاء شيء كافه. خلينا نرجع لهنا. هلا فين الحبيب؟ ما ترى اي مكان. مو متعافي ذا. سكافنا هنا. واللي هنا اللي هنا. والله مهمة رهيبة صراحة. كمان البيلد اللي سويته انا والله صراحة يا جماعة تاخره. اشوفك كيف. شوف كيف واحد قاعد يطلع. اوكي اوكي باقي دقيقتين. الى الان حلوين الحمد لله. اتوقع ناخذ تقييم عالي لو ما تدمر اي صاروخ. اوكي كم في كم واحد هنا؟ الحق. اوكي والاخير. اوكي دقيقتين بس دقيقتين يا جماعه الخير. لا والله جايين كثير جاي دفعه كبيره. اوكي خلنا بسرعه اروح اخش فيهم. يا سلام والله مبدعين يا جماعه الخير بالمهمه هذه. والله والله استلموا الصواريخ اللي على اليمين. ما ادري متى جاء الضرر ذا. اوكي كله هناك. هذا هذا الله يستر. يا لطيف الطياره ذي دمرنا زي الحلقه الماضيه. والله ما اعتقد بقدر اطلع لها من هنا. يا لطيف شوف الصواريخ. بدنا نجيبها من هنا ان شاء الله مداني. اه والله زي ما توقعت ما تقدر. ان شاء الله تنزل لي هي شويه. اوكي اوكي كافو. كاد دمرنا زي الحلقة الماضية فأعرف النظام. يا سلام كفو. حلو حلو الحمد لله. الصواريخ كلها عارفين يعني ما تدمرت. يا لطيف رهيب الانفجار. والله افتكر المطور كان قاعد يلعب المهمة دي لما كانوا يروجوا للعبة وكذا كان يلعب المهمة دي. ميشن كومبليت ان شاء الله تقييم عالي. والله شوف بدعنا بس بدري. انا دائما A و B. اوكي كان نفسي ب S اكون صريح معاكم بس A كمان شيء طيب. يعني اخوان خلينا نلعب المهمة اللي بعده. فعارفين والله اللعبة دي توقعت انها يعني تضرب مو زي الدرينج بس تقريبا قريب منها عارفين. بس والله يعني شفت انه ناس تفاجأت. والله الصراحة والله تفاجأت يعني ناس كثيرة اللعبة دي يعني ما عجبتهم. والله يعني ما ادري انا زي ما اقول لك ممكن اول مرة تشوف اللعبة منظرها ما يعجبك بس عارفين يعني حدك تفهم اللعبة. والله يعني انتظرتك متعة قوية. That's fine. We'll make it work for us. ولعبة عريقة ترى. أعتقد من أيام بلاي ستيشن 1 سلسلة أرمارد كورد. هاي يا جماعة الخير. يعني لعبة طلعت جدا قديمة. أقدم من ألعاب السولز تخيلوا. آه والله أكره الآليين ذول وأنا كمان جيت في مكان كذا. أوكي
خلونا نرجع. آه لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خلونا نرجع لهنا. الله يا جايين في مكان. يا بقي لي ذا بس الغبي. يا ساتر والله سوي ضرر كبير والله. يقول لي إليمينيت يا جماعة الخير، سكواد مكتوب بالأخير، يعني تقريبا زي الفريق من الآليين كله لازم ندمرهم. إن الله يهديني، دوبي جيتهم بطريقة كذا بالنص، قلت لهم يلا طلقوا علي، كان المفروض عارفين كيف أجيهم من ورا زي كذا. شوف إذا إيش قاعد أسوي هنا، زي كذا المفروض باللعبة ذي إن شاء الله تعلمتها. دائما حاول تجيهم من ورا. شوف هنا عندنا اثنين، هم متعفين ذولي. اوكي اوكي فين الثاني؟ انا يجنني والله اللي دائما يطير، ما اللي يثبت بالارض خلاص. لسات والله ياخذ ما مات. ما جاك شيء الحمد لله. اكبر غلط سويت انك نزلت لي. لو ظل بالجو كان حيكون اصعب. نكمل دحين على فوق، فلازم اطلع على فوق بس خليني اشوف هنا في شيء. والله ما نشوف اي شيء، خلاص خليني اكمل على فوق وخلوني اجي من هنا افضل. فعارفين اخوان والله لو واحد قال لي اصعب زعيم الى الان الزعيم اللي واجهته بالحلقه الثانيه، الفكرة كان صعب بس دحين لو اروح له بالبلد حقي اذا صدقوني راح يعني ادمره تدمير. الفكرة يعني سلاحتي صارت اقوى. والله طيب قدامي كذا على طول بس والله كيف استلمتهم بالمدافع. اوكي في واحد تحت هنا، خلوني اجي له من فوق الذكي. او لا خلاص الحمد لله دمرناهم كلهم. والله ناس المهمة دي نسيها، ايش يصير فيها بالنهاية صراحة. اعتقد قتال زعيم والله ناسي. او معهم زعيم، والله ما ادري من الزعيم. او هذا قوة. كوكا حجيك بطل والله حجيك، اصبر لي بس الله لي يوفقك. اوكي اوكي اعتقد باقي هو بس. المفروض هذه فيك، المفروض هذه فيك الله لي يوفقك. يا سلام، بس والله عليه ضربة بالسيف قوية، لازم انتبه. اوكي ان شاء الله الحين ما اقدر عليه. يخرب بيته، وعارفين كيف عنده ضربة بالسيف كذا تشل الدرع كله، بعدين يدي ضربة بالطلقة بالبندقية اللي معاه. اوه من البداية، اوكي اوكي. ما في شك بوينت بالمهمة دي، انا الله يهدينا بدأت غلط. خلونا نرجع لهم من جديد. اوكي هنا هنا انا غلطت اول الله يهدينا. خلونا نقول يجيهم من ورا، خذ مني العلم. والله الزعيم ما كان مرة صعب بس كيف انا ما جيت وانا صحتي كاملة. حلو حلو اللي دمرناهم. زي كذا كان المفروض اسوي انا، جيهم من ورا. غلطت اني اول جيتهم من كيف كذا من قدام. اوكي باقي لكم واحد هنا.
حلو حلو كافو. اثنين بس باقي لي هنا. حلو حلو باقي لي الاخير. العادة يا جماعة تخر في شيك بوينت بس عشان المهمة دي قصيرة. عارفين عشانها قصيرة فا من البداية. اوكي الاثنين الحلوين ذولي. يا سلام اكبر غلط انك لصقت فيني. شفت كيف جو لصقوا فيني وسويت لهم ضرر هائل. حلو حلو هذه المرة دمرت الاثنين ذولي بسرعة. يعني ضرر المدافع لما يكون الآلي قريب مني شفتوا كيف ضرر كبير. ودحين من هنا الزعيم والله ما كان مرة صعب. هو مو زعيم يعني في زعيم صغير هو يعني مو زعيم مو زعيم رئيسي. اوكي لازم تتابع لما نفتح الباب ذا في ثلاثة قدام راح استلمهم بالمدافع. بلع المخيس يا بقي ثلاثة. وفي واحد ناشب هنا بلا خلونا ندخل له. عارفين الزعيم ما كان مرة صعب والله والله كنت قريب انهيه ان شاء الله دحين ما اقدر عليه. ايش رايكم بالوان الالي بالحلقه دي؟ ايش رايكم فيها؟ حب صراحه دائما تكونوا عارفين كيف الوان الالي فاتحه. اوكي هنا الزعيم. اوكي تعال يا بطل تعال. نعلي نفسي كذا. هذه المره عاد راح توصى فيه. حلو حلو بلع الخيس. والله عنده سلاح قاعد استخدمه ما ادري شو هو بالضبط بس قاعد يشيل الصد كله. حلو حلو الحين راح انهي لكم اياه ان شاء الله. يا سلام ابلع البخيس. الحمد لله يا جماعة تأخرنا هنا. الحمد لله كملنا المهمة. جبنا اس اعتقد قدرت عليه من اول محاولة كان ممكن بي. احنا اخوان خلونا نلعب المهمة دي. ايوه المهمة دي راح نواجه فيها زعيم رئيسي. عارفين اخواني كلها مهمات رئيسية على حسب علمي بس عارفين يعني بعض المهمات فيها زعماء رئيسيين خلونا نقول. المهمة دي على ما افتكر فيها زعيم رئيسي رهيب اشوفه كيف بالله. كيف اشياء لازم ندمرها يا جماعة الخير؟ هذول كلهم مو لازم ندمرهم. لازم ندمر الاشياء اللي محددت لي اياها اللعبة. خلونا نجيب من هنا افضل. هذا هو اللي لازم ندمره يا جماعة الخير.
ما بقي لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي بس الحمد لله. هو لما تطيح تقريبا بزي الحفرة في يا جماعة الخير يجيك ضرر، بس الحمد لله انا ما خلاص طحنا على مكان يعني مدك توقف عليه. قول بس بالله ارجع على فوق. الحمد لله الحمد لله. والله لا لي حق يعني مو مره ثقيل، بس يعني ما داني اخليه اخاف عارفين، فما ادري بعض الاحيان والله اعاني انه ايش يعني ال الطاقه تخلص بسرعه الانرجي. عارفين قاعدين ندمر الطيارات ذي. خلونا نجيب من هنا افضل. اوكي الثانية. ثلاثة لازم ندمرها. لازم نتبع في صواريخ. حلو حلو دمرناها الثلاثة كافو. اوه والله مهم صراحة اجواها جدا جميلة. شوك كبقرن الاخيرة. خلوني اجي على هنا افضل. لازم نتبه من الصواريخ ذي. عارف الصوت ذا اللي دوبه قاعد يجي؟ انا شرحت الشيء ذا الحلقه الماضيه يا جماعه الخير. هذا معناته صاروخ راح يجيك. شايفين هذا الانذار؟ هذا معناته صاروخ راح يجيك. الصواريخ باللعبه ذي زي ما انتم شايفين ضررها كبير. راح يستر. يقول في اشياء قادمه عليك. كان يقول لي باد نوز، في اخبار سيئه. ميشن ابديت. اوكي اللاعب الحين تقول روح لهنا. prepare for enemies reinforcement. ما شاء الله قراها والله. والله بعض الاحيان يعني اعرف بعض الاحيان لا. اوكي جهزنا نفسنا. قول سنايبر من هنا وسنايبر من هنا يا لطيف. اوكي اوكي خلونا نخبط هنا. ايوه الحمد لله بقي لي اثنين يا جماعه الخير. ومن ذولي الله والله اكرههم هذولي. ليش تكرههم؟ عشان ما يثبت يا جماعه الخير بس تطير. ولا يعني ما مو مره جامدين يعني مدافع. جات فيه الاثنين زي ذا ان شاء الله تجي فيه خلاص على طول. بس بعض الاحيان يجننون يقعد تطير كذا كل شويه. اوكي عندنا اثنين كمان هنا. رهيب المهمه والله عجبتني صراحه الى الان. والله ما افتكر لعبت مهمه باللعبه دي وكانت سيئه. لازم ندمر هذه. اوكي قد مرنا زيها. خلوها تقرب بس. والله استعجلت ان شاء الله اوصل. الحمد لله الحمد لله رجعت الانرجي. خل بسم الله اجي على هنا. اوكي اوكي هذه الاولى دمرتها. الثانية فين؟ والله ما ادري فين الثانية اقسم بالله. كذلك هي ان شاء الله الانرجي ترجع باذن الله الحمد لله. بس اقرب زياده. تبع من الصواريخ. حلو حلو سوينا مطلوب. اثنين اعتقد ايوه اثنين اللي كان لازم تدمرها.
Time to pay the piper. Looks like we've got high-ranking PCA officers. زعيمان يا جماعة تأخر زي الحلقة الماضية بس كافوا معنا الفزعة هذه المرة. فكرين وده خوينا. أكيد أكيد يعني راح يحمينا وإحنا كمان راح نحميه. فكرين هذا ساعدنا بالحلقة الأولى. أوكي خلونا نروح نخش فيهم يا جماعة تأخر. يا سلام جت فيه. Ah, فلت الله ياخذه. يا سلام كافو يا جماعة تأخر هذا استلمته. ونهايته كفر الثاني. والله كفو مبدعين. اللي قاعد يساعدنا ذا يقول انا سعيد انك معايا. يا سلام والله دمرناهم الاثنين كفو. جدك بطل. تخيل كنت تسلم عليه. رهيب والله هذا ساعدنا بالحلقة الأولى تفتكره. ضد زعيم. الله يستر تقول there's something there. في شيء هنا. تقول تحت الارض هو شيء علينا هو. يا لطيف. يقول لي الاتاك حقك ما راح يسوي اي شيء. عارف كيف كذا قال زي الدوده كذا او زي الافعى. ساتر والله يفجع والله. حاول الصيد والله ماني قادر. يا ساتر استر شو الزعيم ذا. واضح هنا نقطة ضعف عارفين. استر عارفين يا جماعه تاخر المدير كان يكلمني يقول لي رست يعني روح ارتاح بالقاعده حقتنا. يقول حيجيب خطه كيف نقضي على الافعى الاليه دي او الدوده الاليه. حلو جبنا سي كافو كافو. والله ما ادري اي اقل تقييم باللعبه دي بالمهمات. اعتقد انه سي. ها وانا كل مره يجي سي اقول كافو كافو. خلوك كمل دحين عندنا اخر مهمة بحلقتنا. عارفين واضح راح يجي وقت نواجه ال يا جماعة تأخر واضح راح يجي وقت نلعب ال راح يجي وقت راح
نواجه الدودة الآلية دي. هذا احنا عندنا مهمة دي يا اخوان. ما ادري ليش يقولوا لي تورست يعني سائح، ما ادري ليش صراحة. يا ساتر، ياخذ الآلي ذا كذا. رهيب والله الآلي ذا، يعني ليتنا نشوفه كثير والله، يعني تصميمه مرة عجبني. شو الليزر ذا؟ خلينا بس بالهيجة على هنا. فين ما كان محدد لي اياه؟ اوكي تحت. يا ساتر والله، اعتقد لا تيجي عليه. اعتقد لازم تدمر الليزر ذا. اوه الالي ما يحدده، لازم تكون قريب انت عشان تقدر تدمره. يا ساتر، ابدا بمين انا دحين؟ شايفين صدقوني مو راضي. حول ولا قوة الا بالله. انا بس بالهيج علينا، والله انا خايف من الليزر ذاك والصراحة معاكم، اتوقع يسوي ضرر كبير. الحلقة الماضية والله افتكر لعبنا مهمة. المهمة كان انه ايش؟ يعني في ليزر لازم ما يجي عليك، وجاء علي. يا ساتر والله، على طول يعني طلقتين كذا بوم بوم على طول مت. او في واحد هنا تتابع، بس اللي هنا الليزر حق الالي ذا والله ما ادري، اتوقع بس ضرر خفيف او كبير والله ما ادري صراحه، ماني متاكد. والله ما ادري اذا لازم تدمرهم كلهم ولا لا. هذا فوق، هم فين يبغون نروح؟ اوكي تحت. والله اعتقد كل اللي عليك بس الليزر لا يجي عليك بس. فعارفين بو لازم ندمرها كلها خلاص. والله شايفها كثير عارفين، ف يعني مو لازم كلها. يا ساتر متعافي ذا، يا الله الطيف. الله على بالي عدو عادي. سكوب والله خلاص بنهي. والله يا جماعة الخير، الطريقة اللي صحت الآلي كذا الذوب، طريقة يعني اللي صحت وكذا الذوب، يعني لما تقعد تدي بالرشاش شيء والله يبرد الكبد اقسم بالله. يعني ما في شيء اجمل يعني باللعبة ذي، ما في شيء اجمل من انه ايش كذا تشوف صحة الآلي كذا الذوب كذا، عارفين؟ يعني بشكل سريع. شيء والله يبرد الكبد اقسم بالله. ان شاء الله ما فوت شيء ورا. احنا لازم نوصل لنا هناك، بس خلونا ايوه من هنا. ايوه لازم اجي على هنا. والله واللعب على حسب علمي يعني ممكن تلاقي لك قطعة للآلي حقك، عارفين الاي سي، يعني ممكن تلاقي لك قطعة كذا في مكان كذا جوة صندوق، عارفين؟ يا ساتر. والله ما ادري، انا دائما افتش بس يعني بس من بداية اللعبة كم صندوق بس اللي جبته؟ خلونا ندخل جوا، لازم ادخل جوا عشان اقدر اسوي ضرر.
الله ياخذك، استغفر الله العظيم. انا بسم الله ادخل لهم جوا. كفير اللي طلق علي، لا حول ولا قوة الا بالله. حلفين ما ادخل. هو في واحد يا جماعة الخير. الحين الحربة دي قاعد تكلمني في واحد تبغاني اصيده. يا لطيف ايش فيه من تأليف هنا؟ اعتقد زعيمي ولازم نطلعه ونقضي عليه. يا ساتر ايش التأليف اللي هنا. اوكي اوكي طريقنا من هنا. انتبه من الليزر. هذا عاد خلوني اطلق عليه. هذا هو. اوكي هذا هو الزعيم قاعد يكلم لي دوبه. لازم ننزل هنا. والله موسيقى باللعبه دي يا جماعه الخير مستواها جدا عالي. فين الساوند تراك حق اللعبه دي؟ مره حلو والله. المفروض انه هنا اظهر وبان. انا بس اطلع لفوق. اللعب تقول اطلع لفوق هنا. اوكي طلع طلع. او مع قذف اللهب كمان. فين ذا؟ الله ياخذك. دوووه كافتيرا. والله مزعج قذف اللهب اللي معاه. يا السلام. اوكي صواريخ جات فيه. حتى هو مع الصواريخ الله ياخذه. يب الله كيف استلمت بالمدافع. يا السلام سلم وقوة لنبي. جاء وقت بالقتال كانت صحة وطول من صحتي، يعني كان مبدع اكثر، بس فجأة كذا اعرف كيف انا بالمدافع استلمت بوم. كفو والله. مشن كومبليت، الحمد لله كملنا المهمة. كذا يا جماعة لو جبنا دي الحمد لله. او دي اخر شيء دي. عرفت كيف اعرف انا اخر شيء؟ اقعد كذا مع نفسي اقول A B C D E والدي على اخر شيء معناته الدي معدوم. فالحمد لله اهم شيء ختمنا المهمه. والله هذا ما ادري ايش صراحه. لوج هانت بروجرام بروجرس ايش هو ذا؟ والله ما ادري اللي قريته ذا ايش هو. حلو جبنا سلاح جديد. حلو لما تكمل ذا معناته تجيب سلاح جديد. والله العادة يعني لما ابغى اشوف سلاح جديد وكذا حنسويها من غير ما نصور. بس خليني اوريكم على السريع السلاح الجديد اللي جبناه. هو السلاح الجديد اللي جبناه مدفع. لا والله مدفع. وريني كيف. يا لطيف يحرقهم. كم الضرر؟ والله الضرر مو مره عالي يا جماعة الخير. ما ادري والله. اقدر احط واحد باليمين واحد باليسار. ما ادري والله يعني ما عجبني صراحه. فكذا يا جماعه الخير وصلنا الى نهايه حلقتنا الرابعه. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. باذن الله الحلقه القادمه راح يكون عندنا اكثر من مهمه. اعتقد الحلقه الماضيه راح عارفين نواجه الدوده الاليه ذيك وراح نقضي عليها. عشان الحربة ذيك اللي تقول لي تورست عارفين كانت يا جماعة الخير بنهاية المهمة الماضية تقول لي
وورم هانتينج يعني تصيد الدودة، فأعتقد قصده بالدودة الآلية ذيك. فالحلقة القادمة أتوقع راح نصيد الدودة وإن شاء الله راح نقدر عليها. فكذا يا أخوان وصلنا لنهاية حلقتنا، الله يعطيكم العافية على المشاهدة، أتمنى أنك تخفف عليكم، أتمنى أن الحلقة قدرت أعجابكم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة في أمان الله.